السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم متابعي شيوات راديا، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم رزيزة المغربية أو رزة القاضي كيف كنقولوا ليها، بطريقة جديدة، بطريقة حصرية، وكذلك طريقة اللي مبسطة وسهلة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الماكينة. أنا شخصيا عندي الماكينة اللي كنديروا بها سباغيتي، عندي كنخدموا بها رزيزة، ولكن ما بغيتش نستعملها لان ضروري خاص ملي تستعملوا هذيك الماكينة خاص شي واحد يكون شد معاكم، باش ملي كتكونوا كدور وكتخرجوا العجينة شي واحد يشد معاكم هذيك العجينة. فهذه طريقة سهلة ان شاء الله بدون تعقيدات. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تفهموا مزيان الطريقة. ما غاديش نقولوا المقادير باش تفهموا المقادير، لان المقادير بساطين بزاف وسهلين، ولكن الطريقة هي اللي مهمة. نتمنى منكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الأخير. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاجو عندي 300 غرام ديال الدقيق الأبيض الفورص، من الأحسن تستعملوا دقيق يكون ممتاز. وغادي نحتاج 200 غرام ديال دقيق الفينو اللي هو هذا الدقيق الأصفر الناعم، كنديروا الكمية ديال الدقيق الأبيض أكثر من الكمية ديال الدقيق الأصفر. غادي يحتاجوا الماء بارد، شوية ديال السكر والملح. أنا غادي نخدم معاكم غير بيدين. غادي ندير شوية ديال السكر سنيدة، غادي نجمع بالماء البارد. بالنسبة للملح حتى الأخير، ردوا البال ما تديروش الماء في دقة واحدة، لأن هاد العجينة خاصها تكون شوية قاسحة. هنا غادي ندلكها على الرخامة، شوفوا معايا العجينة راه كتكون قاصحة. ودابا غادي ندلكوا العجينة مزيان حتى ترجع لينة. تقدروا ديروها في العجانة، انا فضلت نعجنها غير بيدي. ودابا غادي نزيد الملحة، غادي ندلك العجينة في هذه الملحة. هانتوما شوفوا معايا القوام ديال العجين كيفاش كيكون. ضروري تخليو العجينة قاصحة، فاش غترتاح راها غادي تطلق راسها. هنا غادي نقسم العجين، كل كرة غادي ندير فيها 100 غرام. تقدروا ما تعبروش العجينة، ديروا غير عينكم ميزانكم. ومن بعد كنحربلوها وغادي نحطوها في واحد الصينية تكون مدهونة بالزيت. صافي، هنايا من بعد ما كملتهم كيف كتشوفوا عطاوني 8 ديال الحبات. غادي نغطيهم بالبلاستيك، من طبيعة الحال راه كدهنوهم بالزيت، ضروري كدهنوهم بالزيت. كيف شفتوا انا هاد الفيديو راني صورته بالليل، يعني غادي نخلي هاد العجينة ترتاح في الثلاجة ليلة كاملة. ضروري ضروري تخليو العجينة ترتاح، الا ما قدرتوش تخليوها ليلة كاملة فعلى الاقل تخليو العجينة واحد جوج سوايع ولا ثلاثة تريح راسها، ولكن من الافضل تخليو العجينة ترتاح اطول مدة
فلهذا انا عجنت العجينه بالليل وغادي نخليها في الثلاجه تبات، وفي الصباح ان شاء الله عاد نكملوا طريقه التحضير. منها العجينه كترتاح وكتعطينا الطعم اللي كنبغيو نخدموها، ومنها كنقصوا على راسنا تماره صافي، وكتغطيوها مزيان بالبلاستيك. هاد الكرات كدهنوهم بالزيت وكتغطيو مزيان العجينه بالبلاستيك بحال ما كتكونش هذيك القشره من فوق العجين صافي. دابا غادي نخليوها ترتاح ونتلاقاو ان شاء الله في الصباح باش نكملوا طريقه التحضير. هنا رجعت معكم وهذه العجينه من بعد ما ارتاحت ليله كامله. لاحظوا معايا العجينه كيفاش كترجع، واخا كنخليوها قاصحه فاش كترتاح مده طويله كترجع رطبه. دابا غادي يسهل عليا انني نطلقها. الطريقه اشنو هي؟ غادي ناخذ جوج ورقات، غادي نحتاج جوج من هاد الاوراق ضروري. هذا ورق الزبده راه موجود في الحوانت كيتباع، يعني اللي ما عارفينش راه كيدير غير درهم الورقه. غادي نسرح الورقه مزيان. انا غادي نخدم في الطول وغادي ندهن الورق بالزيت. ناخذ قطعه من العجين ونديروا الزيت من فوق منها، وكنحطوا ورقه اخرى بحال اللي غتنطلقوا الصابلي. نخدمو بالدلاك معايا العجينه كيفاش رجعت، كترجع رقيقه بزاف. ندو هاد الورقه هادي وهنا عندي خليط ما بين الزبده وشويه ديال الزيت، ما كترتش الزيت بزاف وما كترتش كذلك حتى الزبده. انا سخنتهم شويه في حمام مائي، من الاحسن ما تذوبوش الزبده. ركزوا معايا مزيان، دابا غادي نقلب الورق. وغادي نرفعوا الورق للطرف غير بشويه. غناخذ هنايا القطاعه ديال البيتزا وغادي نبدا كنقطع هكا اشرطه اللي رقاقين. هنا ما تضغطوش بزاف على هاد القطاعه لان الا ضغطتو غادي تقطع لكم الورق. دوزو غير بشويه. من بعد ما قطعتهم دابا غادي ندهنو بالقليل من الزبده والزيت وغادي نبداو نجمعو على هاد الشكل.
هنا من بعد ما كنجمعوا العجينه كنحاولوا نجبدوا شويه العجينه بحرا كيرققوا لنا دوك الخيوطه. ضروري تقوموا بهذه العمليه، لكن ما تجبدوش بزاف بحرا ما تقطعوا لكمش هذوك الخيوط. غير هكا كتدهنوا يدكم شويه ديال الزيت وكتبداو كتجبدوا في هذه العجينه. كيف شفتوا هنا انا كنلويها على الدلك، تقدروا تلويها على يدكم، انا فضلت نلويها هكا على الدلك لانه غادي يساعدني بزاف باش غايجيوني هاد الخطوط هادو متساويين. كذلك هكا غادي تجي الدوره مقاده، نتوما كدوروا نتوما كتجبدوا شويه هاد الخيوط. بعد ما ارتاحوا هذوك الكرات اللي درت، خليت هنايا هذا الورق كذلك قطعته تراسيته واحد الطبسيل وقطعته بالمقص على شكل دائري. غادي ناخذ الحبه الاولى اللي طلقت وغادي نطلقها على قد هذه الدائره هذه. هنا مشعله النار على المقله كتسخن، طبيعه الحال النار ما كتكونش مجهده بزاف. ورق هنا قبل ما كطيب او قبل ما كتحمر كنحاولوا نقلبوها. كنستمر كل مره كنقلبوها. وهنا الا بغيتوا تطلقوا هذه الكره بسرعه تقدروا تاخذوا ورق حطوه من فوق العجين وتضغطوا على هاد الشكل هذا، غادي تطلق لكم العجينة. هنا خديت واحد الاناء، تقدروا ديروا منديل، انا درت غير الورق. وغادي نحط هاد الحبات وغادي نفرقوا بيناتهم بورق اخر. شوفوا معايا،
شويه ديال الماء في البرمه، حطيت الكسكاس وغادي ندير هاد الورق في الاسفل. راه ما غاديش نديرهم انا يتفوروا بزاف، غير غادي تطلع فيهم التفويره الاولى صافي، غادي نحيدو غير باش يرطابوا لينا وباش يبغيو يتحلو. هنا من بعد ما يبدا كيطلع البخار غادي نقلبهم. راه تقريبا كنخليوهم فوق البخار غير جوج دقائق صافي، غادي نتسنى غير يطلع فيهم البخار دابا شويه ونحيدو. هنا صافي غادي نزولهم. لاحظوا معايا كيفاش كيرجعوا. طبعا نقولكم السلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم، و الى عجبكم هذا الفيديو وصلوا لاكبر عدد من اللايكات بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده على الجميع. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.